الرحمن تفوز وتكسب. نعم. طيب يا آية، اتأخرت يا آية. بصي يا آية حبيبة قلبي، خلي بالك أنا دايماً، يعني طبعاً حضرتك على راسي وكتر خيرك، ببدأ اون تايم، ولو بدأت بعد الميعاد بثانية أو بعده بثانية بحس في حاجة كده جوايا مش مرتاحة، يعني لازم أبدأ على طول عشان برضو إيه التسجيل يكون مظبوط. طيب بقالي 17 سنة بحضر اون تايم بفضل الله. عندنا هنا طبعا احنا عارفين اللام القمريه، ابغ حجك وخف عقيمه وطب ثم سير رحما تفوزه وصف ذا النعم دور شريفا للكرم، كلنا عارفين الكلام ده كله. يبقى لام شمسيه ولام قمريه من ال التعريف، خلاص. طيب خلينا بقى ندخل على الانجليزيه طالما احنا سجلنا. ندخل هنا على الوايت بورد بتاعتنا، وزي ما بتشرح لنا بالاستراتيجيه وبتشرح لنا بالراحه، فهمينا كده بالراحه. لو طولنا النهارده شويه من بعد 8 كده كده انا عندي انجليش الساعه 9، والله المستعان يا اسماء طه هتضربني. طيب عندنا هنا لام الفعل، خمس انواع من اللامات: لام اوف ذا فيرب، لام الفعل اللي هي لام اوف ذا فيرب، لام الاسم لام اوف ذا ناون، كلنا عارفين ترجمتها طبعا، لام الحرف لام اوف ذا بروبوزيشن، لام الحرف تمام، وعندنا لام التعريف اللي هي ال سواء شمسية أو قمرية، وعندنا لام الأمر. لام التعريف اسمها لام of identification، هكتبها لكم دلوقتي كل واحدة هكتب. لام الأمر لام of the imperative. الناس بتوع التجويد الفرنسية اللي سألوني بالمناسبة عشان الإمباراتيف، التجويد بالفرنسي هيبدأ إن شاء الله واحد واحد بإذن الله جل وعلا، واحد واحد هتكون أول دورة تجويد بالفرنسية بالاستراتيجية المطورة بشكل حلو جدا جدا ومبسط وسهل قوي، تمام. طيب عندنا لام الفعل ولام الاسم ولام الحرف ولام التعريف ولام ال. أول حاجة هبدأ بيها لام التعريف، بنقول عليها بالإنجليزية identification. identification identification لام أو الإيدنتيفيكاسيون الإيدنتيفيكيشن لام، يعني لام التعريف، وده هنشرحها دلوقتي، ودي هنشرحها دلوقتي تمام. طبعا ممكن حد لم يدرس الفرنسية من قبل، مش لازم بالذات تكوني دارسة فرنسية، حتى ولو بنسبة عادية جدا، إنما مش دارسة فرنسية خالص مش هتعرفي تفهمي ازاي ركبت الجمله دي، هيبقى صعب، ليها شروط دوره الفرنسيه. انما لو عايزه ما درستيش فرنسي من قبل، في دوره للفرنسيه ان شاء الله من الابتداء من الصفر خالص، بس مش دلوقتي طبعا. طيب خلينا هنا ايه ايدنتيفيكيشن اوف لام، لام التعريف. لام التعريف it is ال، هي دي لام التعريف، الف الوصل، فيها الف الوصل، دي ايه يا جماعه الف الوصل، بشرح كده الف الوصل، طبعا احنا طالب شرح حاله معانا عارف الف الوصل وهمزه القطع، and it is لام ساكن، لام ساكن سواء عليها سكون وسواء ما عليهاش، ففي الحالتين لام ساكنه، خلاص. طيب what does it mean or what does it mean اللام الساكن دي، اللام دي اللي انا هشرحها دلوقتي، خلاص عرفت همزه الوصل. طيب لام ساكن هنا what does it mean، بقول it is an extra lamb، الف الوصل حبيبه قلبي، extra lamb، يبقى اللام اهي بقول عليها اللي هي في ال التعريف يا جماعه، بقول عليها بالراحه كده بقى، احنا كده خلاص خدنا شويه التحابيش بالمصريه اللي هي من شويه دي، هنشتغل بقى لام التعريف ال او اللام اللي بعد همز الف الوصل دي، بقول عليها ايه؟ اول حاجه it is an extra lamb، عارفين طبعا كلمه extra، extra lamb يعني لام زائده، it is، معلش يا جماعه جت اتصال قفل الزوم قفل المايك، يبقى لام
It is an extra لام. كل ده بتكلم على لام ايه يا جماعة؟ لام التعريف. احنا اصلا عارفين ان لام التعريف دي في منها لو شلت اللام منه يتغير المعنى، وفي منها لو ما شلتش، لو شلت اللام منه ما يتغيرش المعنى. يبقى بقول عليها اللام دي بقى بتاعت التعريف دي، It is an extra لام preceded by، مسبوقة ب، preceded by، preceded by، مسبوقة بإيه؟ ألف الوصل. ألف الوصل. أنا دايماً بقول عليها همزة الوصل، لكن شيخي دايماً يقول لي يا بنت الحلال ألف الوصل، فتلاقيني أنا جوايا ألف وصل بس بقي بيقول همزة الوصل، لكن هي جوايا ألف الوصل. فبقول it is an extra lamb، وتحط دي بلون ودي بلون. It is، وتحط دي تحتها خط أو تحطها في دايرة عشان تعرفوا أو تعرفوا حضراتكم بتشرحوا إيه. يعني بشرحها لكم بالاستراتيجية بالراحة. فبقول it is an extra، شيل دي، an extra lamb preceded by ألف الوصل. هي لام زائدة مسبوقة بألف الوصل. خلاص كده عرفناها. جميل. عايزة تاخديها لقطة شاشة؟ ماشي. عايزة تستنيها تنتظريها مع الملف؟ ماشي. أنا كده كده كاتباه بإيديا وإن شاء الله هيتبيض وهتاخديه. جميل. طيب ادينا مثال. انت شرحتي لي وقلتي لي ان دي لام زايده. طيب عندنا تو تايبس، عندنا تو تايبس. اول تايب لو احنا اريز، عارفين الاريز؟ اريز اللام don't last the meeting، don't أو miss، don't miss the meaning. وعندنا لو erase اللام miss أو lost the meaning. قولي لنا الأول اللي إحنا ما don't lost فيه. جميل، براحة كده. فبقول عندنا example، if we find the word الأرض قرأ السماء، أي كلمة بس شيخي كان شرحها لي كده يعني، فباخد من كلامه. فعندنا هنا if we erase lamb ساكن here we can say، طبعا erase اللام والهمزة دي، ما دي ما بتجيش لوحدها، لازم بيجي وراها همزة وصل عشان نبقى عارفين ما بتجيش لوحدها. قال التعريف هي عبارة عن دي، وعرفوا بالإنجليزية إن هي the THE، يعني هي بتيجي مع بعضها كلها. تمام كده. طيب if we erase lamb ساكن and ألف الوصل we say أرض، أرض has a meaning. ليها correct meaning ده ولا ملهاش correct meaning؟ لا، ليها correct meaning. تمام كده؟ الناس كلها فاهمة ولا لا؟ وتمام الأمور تمام وأكمل؟ معلش اكتبوا لي على الشاشة بس. اكتبوا لي على الشاشة، واضح كده تمام؟ احنا بدأنا بألف في التعريف أو لام التعريف، وعرفناها إن هي لام ساكنة وراها قبليها اللي هي ألف الوصل، وعرفنا إن في منها نوعين، نوع لو شلتها يأثر لي على المعنى والنوع الثاني ما يأثرش على المعنى. سبحان الله، هم الناس المتفاعلين معايا، مها مصطفى وشيماء سبع وشيماء جلال حنان البرعي. ما إريز يعني يمسح أو نشيل. تمام. طيب كلنا فهمنا. طيب عندنا بقى معنى تاني، عندنا لو نحذف، نحذف يا جماعة أو ديليت أي كلمة من حضراتكم، مفيش أي مشكلة خالص. عندنا نوع تاني، لو إحنا شلنا if we erase erase ال it lost the meaning. if we erase ال، ودينا مثال if we erase أو cut أو drop أو أي حاجة، أو في erase ال we lost the meaning، بنفقد المعنى. هاتي لي مثال، انت بتشرح لنا واحدة واحدة the meaning، انا بشرح ايه بالراحة خالص. طب هاتي لنا كده امثلة. طيب عندنا من اللانا، لو شلت منه اللام وغير المعنى، عندنا منه نوعين، نوع بيضغم ونوع بيظهر. برافو عليك يا شيماء، بس ننتظر بس. تمام، احسنتي، انتظروا كده معايا يا جماعه. جميل.
منتظر بس على الشاشة، عايزة الناس تركز معايا. يبقى انت قلت لنا ان في حاجة اسمها لام التعريف، احنا خدنا واحدة من الخمس اللي هي ايه بالانجليزية، اللي هي ذا، تي اتش اي. جميل. يعني ايه لام التعريف؟ يعني ايه لام التعريف دي؟ هي عبارة عن لام ساكنة مسبوقة بألف الوصل. جميل. طب في منها نوعين، نوع لو شلت منه ال يفقد المعنى، ونوع لو شلت منه ال ما يفقدش المعنى. اديتكم من شويه اللي ما يفقدش المعنى زي كلمه ال. خلينا بقى على النوع الثاني اللي هو وي لاست ذا مينينج، وفي منه نوعين، يعني اللي بنفقد منه المعنى في منه جزئين، جزء بيحدث فيه ادغام merging، بلاش نكتب على الشاشة يا جماعة إلا لما أقول لكم فضلا الله يبارك فيكم عشان بس التشتيت، merging عشان أنا بحب أركز في الشغل، يعني هبص على الحاجة بس لما نقول إدغام هو الميرجينج، وعندنا الكليرنس أو الأبيرنس وهو الإظهار. خلينا نكتب بالعربي الأول زيها، إظهار، جزء منه هيضغم وجزء منه هيظهر. ده من النوع اللي هو إيه؟ اللي لو شلت منه قل بيفقد المعنى. اللي شلت منه قلب يفقد المعنى، عندنا منه two types، زي مثلا كلمة الذين. خلينا نشوف هنا، الذين، الذين، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان اللام الساكنة followed by لام متحرك، so we should merge it، يعني ساكن ومتحرك حصل لنا إضغام اللي هو المتماثلين، الذين، الذين. ليه بقى؟ لأن لام ساكن هنا الحالة دي فيها إيه يا جماعة؟ لام ساكن followed by لام متحرك، لام ساكن followed by لام متحرك. احنا أهم حاجة نفهم، يبقى في الإضغام زي كلمة الذين ليه حصل إضغام؟ لأن فيها لام ساكنة بتاعت ال، وكلمة بدأت بلام متحركة، بالتالي أضغمت اللام الأولى في اللام الثانية، وهنا وجب الإضغام. طب الجزء الثاني يجب فيه الإظهار، تمام؟ زي مثلا لو عندنا if it is followed by همزة أورياء، يعني لو اللام أو آل التعريف طبعت بالهمزة أو الياء، يعني مثلا عندنا الآن، اليسع، أهي هل هنا إظهار ولا إضغام؟ لا هنا إظهار. يبقى عندنا اللام، هقول تاني، حاضر، عنا الاثنين ركزوا معي، أنا بظبط لكم الخريطة. قلت لكم عندي خمس أنواع، we have five parts or types of lam، lam of حرف، lam of verb، lam of noun، lam of identification، lam of imperative، lam الأمر. وخدنا lam التعريف وقلنا إنها عبارة عن لام ساكن preceded by ألف الوصل، وقلنا إن في من الأل دي ليها نوعين، نوع when we erase ال lost the meaning، والتاني don't lost the meaning. طيب واللي lost فيه، اللي don't lost فيه the meaning عرفناه اللي هي الأرض، تمام، ومنها اللام الشمسية اللي لسه هقولها واللام القمرية. طب والتاني اللي بيفقد المعنى اللي هو عندي منه برضو نوعين، نوع بيضغم ونوع بيظهر. مين اللي بيضغم؟ يقصد ال، نوع في ال بتضغم ونوع في ال بتظهر. فبقول عندي الذين، لو تخيلت ان الذين، ان اللام المشدده كلنا عارفين ان الحرف المشدد ينقسم الى ساكن وينقسم الى متحرك، فكلمه الذين دي كان في الاصل ال التعريف، ولذين اللي هي اللام المفتوحه، فساكن قابل متحرك سلموا على بعض وبقوا ايد واحده، بقوا او حدث فيها ادغام، فقلت الذين قرات حرف واحد مشدد. طيب الاظهار، بنقول لو قال دي جه وراها همزه او ياء يجوز هنا اظهار اللام، ما ينفعش اقول انا او ايسع، لا الان اليسع، يعني معناها اظهرت اللام وما اضغمتهاش. تمام لحد كده؟ تمام، عايزه الناس تقول لي فهمت ولا لا؟ معلش بحب كده ادخل وناس تكون فاهمه. يلا عشان ايه؟ هقول اللي هو بيفقدش المعنى هقول منه لام شمسيه ولام قمريه. الادغام بالانجلش تاني، ماشي، نقول الادغام بالانجلش تاني، بقول if
لام ساكن followed by، اقول لكم انجليزي ايه قديم قوي، followed by لام متحرك، واحنا عارفين ان الساكن قبل متحرك يحدث هنا ادغام اهو في لام ولام متماثلين. if لام ساكن followed by لام متحرك we should make an ادغام، نعمل ادغام، make an ادغام. ليه بقى؟ لان الساكن قابل المتحرك. ودينا مثال، المثال هو الذين، الذين، رجعي لي الذين للاصل بتاعها كده. اللام المشدده دي كانت بتتكون من لام ساكنه ولام متحرك، ولما ساكن قابل متحرك سلموا على بعض وبقوا ايد واحده، الاتحاد قوه، بقيت الذين. الامور تمام؟ وضحت؟ طب ولو في الاظهار هكتب لكم الاظهار، ماشي. بقول في الاظهار. في حد نعم فتح الكاميرا، نعم في حد فتح الكاميرا غلط. يا جماعة خلي بالكم، بسم الله، خلي بالك يا شيماء، يا شيماء خلي بالكم يا جماعة. طيب نركز بقى هنا، بنقول ايه؟ بنقول احنا كده خلصنا تمام في الاظهار بقى. if لام ساكن، لمين لام الساكن؟ اللي هي بتاعت ال، يعني تعريف. if ال followed by، followed by، باي همزة or ياء، تمام. we should make an إظهار، لازم نعمل إظهار. we should make an إظهار، إظهار يعني معناها بقول الآن. we don't say أنا، we don't we can pronounce or we should pronounce لام clear. الآن اليسع، خلاص، زي الذين. يبقى كده كله اتفقنا قبل ما ادخل على اللام الشمسية والقمرية. وطبعا كلنا عارفين اللام الشمسية والقمرية، ودي هشرحها لكم لان دي بعتبرها جوه المستوى التاني مش المستوى الاول اللي هو المخارج والصفات. تمام يا جماعة؟ عايزة كل واحد يقيم لي لام التعريف اللي بتنقسم واللي جواها بينقسم دي بنسبة كام قبل ما ادخل على لام شمسية وقمرية. يلا يا جماعة، يلا كل واحد يقيم نفسه. جميل، يلا يا جماعه، عايزه اسماء ناس تانية غير حنان وفاطمه العبد وهدى ونهى وعفاف ابو زيد، الناس اللي على طول متفاعله. يلا، جميل، مريم واسماء برضو متفاعلين. عايزين حد جديد النهارده. ضحى، جميله، ضحى ملتزمه دايما، بشوفها بالبنوته الماليزيه اللي حطاها وببقى عارفه ان هي ملتزمه. منال 90، كويس. ندى برافو. ندى خالد جوده من الناس اللي برضو بتحضر لي، حافظاها. وزينب مصطفى، برافو عليكي. الناس يلا يا جماعه، يلا شجعوا نفسكم وحسوا، خدوا طاقه ايجابيه، يلا طاقه ايجابيه. فهمت انا ان اللام كام؟ برافو يا نسرين، من الملتزمين انت لو ربنا بجد يا شيخ يعني انت ماليزيه كده تمام. وانت طبعا اكيد يا شيمو، فين انت؟ انا ما شفتكيش، انت ملتزمه جدا. طب سبحانك يا رب. لا ابعت لي على الخاص عشان يعني انا ايه حاسه ان في واحده ماليزيه. تمام يا ضحى، ربنا يا رب يجملك بالستر يا حبيبه قلبي. يلا يا جماعه، جميل. طب يلا بقى نتوكل على الله، اشرح لنا بقى بما انك دخلنا مستوى تاني لام شمسيه وقمريه، هشرحها لكم بطريقه سهله جدا 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 بدون بغض النظر عن كل الهم اللي بيتشرح. طالما اتكلمت عن قل عشان ادخل على طول على لام الفيرب، يلا بينا نتوكل على الله. الله يبارك فيك. يلا يا جماعه، بسم الله الرحمن الرحيم. ده بلاش بالطول لان الكتابه، خليها بالعرض. عندكم لام قمريه ولام شمسيه، صح كده، وراها حرف مشدد. طيب عشان اشرحها هكتب كلمه الشمس والقمر، عشان بنعمل comparison، شرح اللام الشمسية والقمرية بطريقة إيه؟ comparison. ممنوع التدريس أو التدريب بالطريقة بتاعتي، ممنوع التدريس، ممنوع استخدام الملفات للتدريس بيها، لكن تاخديها للتدريس أو للتدريب، لكن تدرسيها للأعجمية خديها مني مباشرة الطريقة والملفات على الطلبة على طول.
لكن اللي ياخد ملفاتي وشغلي ويحور فيه، مش عليكم طبعا، الناس اللي عملت كده كتير ودخلت وحطت حاجات وعملت نفسها مش عارفاني اصلا ولا كانها عدت عليا، يعني اتكلمت كانها ما تعرفنيش، وناس كتير قوي خدت حاجات معينه. فارجو ارجو ممنوع استخدام الطريقه الا للاعجمي. عندنا كلمه الشمس والقمر. ماشي يا شيماء. الشمس والقمر، خلاص. طيب بنقول هنا الشمس والقمر، هتشرحيها لنا ازاي؟ انا بفهم، معلش بس في كده سؤال كده مهم مش فاهماه، بس مش عارفه اساعد اقدر اعمل ايه. حضرتك البنات اللي عند حضرتك مؤهلين، هو لازم احفظ الشرح كله؟ لا 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 لا، بالعكس مش هتعرفي. مش هعرف معين. بصي يا ست الكل، سهل جدا اصلا قبل ما اديكوا اختبار عشان تبقوا عارفين، ده مني يعني لوجه الله الكريم وعشان الاخت، يعني على شرف هذه الاخت الفاضله اللي كلمتني خاص دلوقتي، هديكوا اختبار تجريبي. اختبار تجريبي يعني شكل مبسط للاختبار، هسيب لكم وقت تذاكروا، هديكوا الملفات. عملت معاكم خير اهو، هديكوا وقت تذاكروا، هديكوا الملفات بالاضافه لاختبار تجريبي، وجربي نفسك، اوعي تنسحبي. انت اقوى وقدها وافضل كمان وهتكوني احسن. اوعي تنسحبي، اوعي اي او اوعوا اي حاجه سلبيه تتسرب ليكم. حضراتكم اللي قدامكم دي كنت ما بعرفش انطق الدال ولا بنطق الراء، وكانت حالتي حاله الحمد لله بفضل الله، ربنا من علي وبقيت رئيس رابطه ضبط واستقامه اداء قراني. انا الفقيره الى الله، ده انا ولا حاجه اصلا، هي جت من عند ربنا. ليه؟ كان عندي عزيمة ومفيش حد يقدر يظبطها أبدا، وأشتغل على نفسي وأقوي نفسي وأشتغل وأخلص النية لله، ربنا هيخليكي أفضل وهتفتكري كلامي ده بعدين. طيب الشمس القمر، بقول إيه؟ لام شمسية أند لام قمرية. لام شمسية is لام preceded by همزة الوصل، ألف الوصل، تمام؟ هقول هرد في الآخر يا جماعة، لام شمسية preceded by ألف الوصل، لام قمرية preceded by ألف الوصل، صح كده؟ حاضر إن شاء الله بإذن الله، تمام؟ فبنقول الشمس القمر، دي ألف، اللام الشمسية عبارة عن همزة وصل أو لام preceded by همزة وصل، ودي لام preceded by همزة وصل. اتفقنا؟ اتفقنا، دي عليها الصاد بس كده، جميل. طيب لام شمسية has no سكون above it، لام شمسية has no سكون above it. بص المقارنة بالراحة، لام الشمسية ما بيكتبش عليها سكون، بس اللام القمرية has a سكون above it. يبقى أنا قارنت دي زي دي شبه بعض، بس الشمسية ما عليهاش سكون والقمرية عليها سكون. الجزء الثاني وهو الأهم، بقول إن لام الشمسية followed by a مشدد letter، أهو الشمس، يبقى لام شمسية followed by a مشدد letter، لكن اللام القمرية followed by a متحرك letter، يبقى followed by a متحرك letter. عرفنا يا جماعة نفرق، لام الشمسية شبه اللام القمرية في الشكل، بس اللام الشمسية has no سكون above it، لام قمرية has a سكون above it. لام شمسية followed by a مشدد letter، لام قمرية followed by a متحرك letter، تمام؟ طيب في حاجة تانية، نقطة مهمة قوي، النقطة الفيصل. النقطة الفيصل إن we write لام شمسية but we don't pronounce it، إحنا بنكتبها بس ما بننطقهاش. It merged into sheen أو into the letter after، بيحصل لها إضغام في الحرف المشدد، يبقى it is merged into the مشدد letter. اللام الشمسية يا جماعة بنكتبها وما بننطقهاش وتضغم في الحرف المشدد الذي يليها. We write لام شمسية but we don't pronounce لام شمسية because it is merged into the مشدد letter after it.
طب لام قمريه وي رايت ات اند برونونس ات، بنكتبها وبنقراها بس كده. ثلاث فوارق، ثلاث فوارق هقولهم تاني او اربع فوارق نشوفهم. اول حاجه او اربع حاجات يعني، ال الشمسيه it has no سكون above it او it is لام، دي فيها همزه وصل ودي لام مسبوقه بالف وصل، دي لام مسبوقه بالف وصل، ودي الحاجه المتفقين فيها نفس شكل اللام. but إن لام شمسية has no سكون above it، إن لام قمرية has a سكون above it، إن لام شمسية followed by a مشدد letter like الشمس النور، but إن لام قمرية followed by a متحرك letter or a vowel letter with فتحة بقى كسرة بقى ضمة أيا كان. طيب قولنا الفرق الثاني أو الفرق اللي بعد كده، we write لام شمسية but we don't pronounce it، بنكتبها بس ما بننطقهاش. طب ليه السبب؟ because it is merged، أضغمت with the letter after، with the letter after اللي هو طبعا أو with the مشدد letter after مع الحرف المشدد الذي يليها. طب لام قمرية we write it and pronounce it، جميل. عايز حد يقولها لي أو يقول لي الفروق بينهم قبل ما أبدأ في لام الفعل. يلا بنات افتح المايك على طول، يلا يا نهى. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هبدأ باللام الشمسية. تمام أنا معاك أهو. يلا. طيب تمام. اللام الشمسية it's lamp preceded by ألف الوصل. جميل. اللام قمرية it's also preceded by ألف الوصل. الله ينور. تمام هاتي لي الفوارق بقى أول حاجة. اوكي لام شمسية it has no سكون above it. جميل. لام قمرية it has a سكون above it. جميل. الفرق الثاني ده الفرق الرقم واحد. الفرق الثاني لام شمسية it's followed by a مشدد letter، مشدد letter or letter. لام قمرية it's followed by a متحرك letter، متحرك اللي هو vowel أي حاجة. vowel okay. متحرك. جميل هاتي لي آخر فارق. لام شمسية we write لام شمسية but we don't pronounce it. جميل. Because it's merged with a letter with a متحرك letter with a متحرك letter after. لا ده مشدد. مشدد سوري معلش. وإذا مشدد letter after. برافو عليك. طب الفارق الثالث هنا لام قمرية we write لام قمرية and we pronounce it. جميل أظن إنها وضحت صح كده. حد عنده مشكلة فيها أنا بشرحها بطريقة الكمباريزن. طب أنا كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال معلش. تفضل. دلوقتي مثلا لو أنا بعمل PowerPoint لام شمسية والقمرية، فأنا دلوقتي مش بلاقي اللي هو رأس الصاد اللي هي اللي بتبقى على همزة الوصل، ومش بلاقي السكون بتاعة المصحف، أنا ألاقي الحاجات دي فين ولا أعملها إزاي؟ والله أنا بتحايل بعمل إيه؟ بروح أجيبهم من على البنترست، أجيبهم من على النت وأفرغها وأضيفها على الحرف، إضافة بس كده. أفرغها وأضيفها، مش بكتبها من على الجهاز، يعني أنا ما بكتبش وورد. فاهماني؟ ما بستخدمش الجهاز، انا على طول لسه هقعد ادور اروح جايبه مفرغه احط فوق الحرف وخلاص. بتبقى اي نعم نمنم صغننه بس بتبقى واضحه. تمام. طيب كلنا خلصنا الله يبارك فيك، كلنا نقيم نفسنا. يلا بنات سريعا طاقه ايجابيه نقيم نفسنا، لام شمسيه ولام قمريه عشان نودع قال التعريف خلاص عشان هندخل على لام الفيرب. يلا بنات. جميل. يلا بنات لام شمسية وقمرية فهمناها كل واحدة بثلاث فوارق. ندى هي شيماء ثروت جميل ومريم وهدى وعفاف. تمام يلا نقيم نفسنا، يلا نقيم نفسنا يا جماعة. طاقة إيجابية جميل. طيب ودينا بقى أنت كده شرحت لنا لام، شرحت لكم قلب إسهاب وجبتها لكم بطريقة سهلة جدا عشان في ناس بتقول لي كتير وبتلخبط. لا اديتك الخمس أنواع، ربي يبارك فيكي، الخمس أنواع
عندك التعريف، الحرف، الاسم، الفعل، اللي هي الامباراتيف أو الأمر. ندخل بقى على آل الفعل، سهلة وبسيطة وجميلة خالص، منها ما يضغم ومنها ما يظهر. وركزوا معايا على لام of the verb. لام of the verb. لام of the verb. لام. قبل ما ناخد أحكام الراء هنطبق الاستراتيجية على الكلمات. تمارين يعني المرة القادمة، بس تكونوا ذاكرتوا النهاردة. لام of verb. جميل. هتعملي لنا إيه بقى في لام of verb؟ عندنا نوعين، واحد يضغم والتاني يظهر مطلقا. عندنا نوعين، آمين يا رب العالمين. عندنا نوعين، واحد يضغم والتاني يظهر مطلقا. ركزوا بقى معايا كده، أحبوا المادة وعيشوا كده، يعني ما مش مجرد مادة، أنا أحب أعيش الحاجة كده وأعيش الدور، يعني عيشوا، حبي المادة وافهمي، ممنوع الحفظ، افهمي اللي انتوا بتقولوه ده، انتوا مش ما حفظتوش، انتوا فهمتوا واستشعرتوا وحسيتوا فطلعتوا من فهمكم وترتيبكم للأفكار وتركيزكم، مش حفظ، مفيش حد حافظ هنا. طيب النوع اللي بيضغم، if لام ساكن followed by لام وراء، if لام ساكن followed by لام وراء، يبقى أنا عندي اللام الفعل منها ما يضغم ومنها ما يظهر مطلقا. خلينا ناخد اللي بيضغم، بقول if، هي طبعا if لام، لام ساكن of verb، يعني لام الفعل الساكنة of verb، لإني بتكلم عن الverb طبعا، ما خلصنا قال التعريف، followed by، الناس اللي ما تعرفهاش بالعربي أصلا أو ما ذكرتهاش كده هتفهمها النهاردة، يعني حتى لو أنت ما خدتهاش بالعربي وأنت هتخدتيها كده يعتبر إيه لأول مرة. if لام ساكن of verb followed by لام وراء، وإحنا عارفين اللام وراء دول حبايب الإضغام طبعا، كلنا فاهمين. معلش يا جماعة، جالي مسد كل بتعمل الصوت. دكتور معلش، ممكن الجملة دي تاني؟ هقول معلش جه مسد كل، أنا أسفة والله الصوت قفل، فمعلش بقول if لام ساكن of verb followed by لام وراء، followed by لام وراء، we should make an إضغام. إضغام لمين؟ للام الساكنة، هي محض الكلام طبعا مفيش غيرها. we should make an إضغام، ودينا مثال. we should make an إضغام، an إضغام، إضغام اللي هو الآي بقى، الآي دي إضغام. ادينا مثال عشان نعرف انت بتقولي ايه. هقول لك حاضر، يعني لو اللام ساكن followed by لام قراء هنضغمها. اللام ساكن بتاعت مين؟ بتاعت الverb. طيب ألم أقول لكم، عندكم مثال، ألم أقول لكم، ما قلتش ألم أقول لكم، أقول لكم لا، فبقول ألم أقول لكم، أهي المشددة على اللام التانية مش عارفة أكتب. This is لام ساكن in the verb followed by لام متحرك so we should make an إضغام. ألم أقول لكم، بس كده. ادينا مثال تاني، قل ربي ارحمهما، قل ربي أهو، قل فعل أهو، فعل أمر أهي، ولام ساكنة أهي، قل ربي، ما قلتش قل ربي، بقول قل ربي ارحمهما. It is لام ساكن followed by راء، لام ساكن in the إيه؟ in the verb followed by راء so we should make an إضغام، so we should make an إضغام. أظن اتفهمت فيها حاجة دي يا جماعة، والله بقولها أنا بحاول أسهل بطريقة أسهل ما يكون. ها حد مش فاهمها؟ اللي فاهم يقول فاهم. دكتور يعني ده قصد حضرتك هنا ان احنا بنعرف لام الفعل لما بتكون مطبوعه بده او ده، يعني ما انا بتكلم على لام الفيرب اللي الساكنه، لام الفيرب الساكنه كله، لو دي لام احكام اللامات الساكنه اكيد طبعا الساكن، تمام؟ ايوه ازاي اعرف لام الفيرب؟ ايوه دي لام الفيرب، تمام، دي فيرب بقى، هو عارف بقى انت لو انت معلمه لغه عربيه لام الفيرب اللي هي زي اكشن، الفيرب مين؟ اكشن، سي، eat، drink، like this، أي حاجة.
رياكشن بيتعمل. فبقول ان دي لام الفيرب او لام ساكنه، حتى هو لو مش عارف يحدد فيرب ولا ناون، هو لقى لام ساكنه فولد باي راء متحركه، سو وي شود ميك ان ادغام، فقلت قل ربي او الم اقل لكم. تمام كده، دي اللي المفروض جائز فيها ايه؟ الادغام. تمام يا جماعه، اكمل اكمل. ها الناس اللي مش دارسه اصلا احكام اللامات هشرحها لها معايا بالعربي والانجليزي، يعني حضرتك هتطلعي شاربه حاجه اسمها اللامات. خلاص، يبقى لام واحد منها ميرجن. طب ودينا بقى ايه الجزء الثاني اللي هو المظهر. بيقول لك if it isn't followed by لام or را، تمام، او بنقول كل الحروف ما عدا اللام والراء، يبقى اللام بننطقها اظهار مطلق او باظهار مطلق. يعني مثلا كلمه نزلنا، معذره يا جماعه، كلمه نزلنا نزلنا لام ساكنه، معلش انا بعملها كده ايه، نزلنا لام ساكن followed by اللتا متحرك except لام اندراء. لام ساكن، معلش يا جماعه بيجي مش عارفه حكايه الاتصالات دي بتقطعني. لام ساكنه، ركزوا معايا، لام ساكنه followed by متحرك letter بس ايه except لام اندراء، يعني اللام الساكنه جي وراها حرف متحرك ما عدا اللام والراء. So we should make an absolute إظهار أو إظهار مطلق. نزلنا نزلنا، بغض النظر اوعى نكز على اللام الساكنة، ما ينفعش نقول نزل لا، نزلنا على عبدنا. خلاص يا جماعة، يبقى if the لام ساكن followed by متحرك لام أراء، we should make an إضغام. if لام ساكن followed by متحرك letter except لام اند راء، يعني كل الحروف ما عدا اللام والراء، يبقى تيز اظهار مطلق. زي ايه؟ نزلنا عندنا مثلا اللهم صل على سيدنا محمد، ربنا تقبل منا انك انت سميع الدعاء. تقبل منا، تقبل تقبل، اهي يا جماعه ساكنه اهي، تقبل منا، ميم متحركه. طب هل الميم دي من الاستثناءات اللام والراء؟ لا، يبقى المفروض هنا هعمل ايه؟ ينفع اقول تقبل منا؟ لا، تقبل منا لم سكن فولود باي متحرك لتر اكسبت ذا لتر اوف ادغام، او اكسبت ذا لتر اوف لام اند راء، يعني حرف ما عدا اللام والراء، سو شيد ميك ان اظهار مطلق بس. ربنا تقبل منا انك انت سميع الدعاء. طيب هاتلنا كمان كلمه، يلعنهم الله وتلعنهم الملائكة، عندنا كلمة يلعنهم، يلعنهم لام ساكنة followed by متحرك letter except the letter of را and لما عدا اللام والراء، we should make an إظهار or we should make an absolute. absolute إظهار يعني إظهار مطلق، absolute إظهار دي اتش دي اللي هي الظاء، وبعدين افصل هار. وضحت يا جماعه ولا لا؟ وضحت ولا لا؟ قبل ما تقول معلش اتفضلي، يعني هو كده لام الفعل مش شرط تيجي في اخر الفعل، يعني ممكن تيجي في نصه، صح كده؟ اه ممكن لام، اهم حاجه لام ساكنه، دوري على لام ساكنه ايا كانت. انت فين يا لام ساكنه؟ في النص بقى، في اخر الحرف. يعني ممكن يجي لك لام ساكنه في كلمه واحده زي جعلنا نزلنا، طب يجي لك لام ساكنه في كلمتين تقبل منا، اخده بالك؟ يعني ممكن تيجي في كلمه واحده وممكن تيجي في كلمتين. تمام يا جميل؟ كلمه او كلمتين، عندك مثال لكلمه واحده نزلنا او جعلنا، وبعدين عندك كلمتين تقبل منا، وخدي المثالين دول، مثال في كلمه واحده قولي له at the same word، ودي في in two different words، في كلمتين مختلفه. وبكده شرحت لام الفيرب بشكل بسيط جدا 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 جدا. تمام؟ طيب عندنا ايه؟ عندك واحده بتقول ممكن المدغمه تيجي في كلمه واحده
جربتوا انتوا لام ساكنه اتضمت في كلمه واحده؟ ها لا ما قابلتناش خالص يا دكتور. صح، قبل ما النون الساكنه من ما، اللي هي من ما في الاصل. تمام، طيب يلا ندخل بقى. برافو عليكي يا شيماء، هو هنا شرط الادغام كلمه يتبعها كلمه. طيب ركزوا بقى معايا يا جماعه، انا لسه شرح الناس اللي شرحت لها الادغام قبل كده، اكيد انا قايله لكم ادغام في كلمه وكلمتين، يعني انا شرح لكم الميم المشدده وشرح لكم الادغام، واكيد خدناه قبل كده احكام النون واحكام الميم. طب انت بتدي اديتكم احكام اللام وهديكم الراء كمان، رغم ان انا بديها في المستوى الثالث لان احتمال ما اعملش الثالث دلوقتي، فقلت الناس تستفيد وابتغاء مرضات وجه الله الكريم وكله على الله. تمام. وقلت المستوى الاول يحضرها كمان. طيب خلاص يا جماعه خلصت الفعل ده، جميل قوي ده، انا كده عرفت قلم قال التعريف وحفظتها صم، وحفظت قال الفيرب صم. ادخل لنا بقى على الف ايه النون والف البروبوزيشن، هديكوا للاسم والفعل والحرف دلوقتي عشان اخر حاجه هنيجي بيها لام الامبراتيف. طيب عندنا ايه هنا؟ عندنا ايه؟ بنقول لام اوف ذا نون should be always cleared، إظهار مطلق يا جماعة، إظهار على طول، لام الاسم عمرها ما تضغم، ركزوا كده بالراحة. لام الفعل لام النون should be أو should we should make in lam of verb an or a clarification أو a clearness or an absolute إظهار an absolute appearance an absolute appearance or clearness. يبقى لام ناخد هنا بس على الشاشة، عندنا لام لام of noun لام الاسم، لام الاسم يعني absolute إظهار يتمسح إظهار. ادينا مثال، ألسنتكم ألوانكم، ما قلتش ألسنتكم، ما قلتش أوانكم، ما قلتش سلطانكم، ده أنا وأنا عندي ثلاث سنين أقول الكلمة دي أو أربع سنين زي ما عندنا الأطفال بيقولوا كده. حوة، أنا عايزة حاجة حوة، تمام، هي بوظت اللام الساكنة، هي خربت اللام الساكنة خالص، أضغمتها خلاص. لكن in the noun we say ألسنتكم ألوانكم سلطان سلطان هكذا. يبقى عندنا أمثلة هنا، ألوانكم ألوانكم ألسنتكم سلطان. وانا بشرح مره السنتكم والوانكم، فاختي راحت داخله بقى هي معايا الظاهر، هي ما كانتش مركزه فدخلت قالت لي اشكالكم. وانا بتكلم على اللام الساكنه، يعني هي دخلت ادت مثال كده بس كانت لطيفه يعني. خلاص يا جماعه بنقول السنتكم الوانكم سلطان، we find لام ساكن here in the noun noun. طب واحده تقول لي طب انا هعرف الطالب منين ان ده noun ولا verb؟ هقول لك وانا مش معلمه لغه عربيه، هقول لك انا بتحايل بعمل حاجه واحده بس، انت بقى وشطارتك هتعملي ايه؟ بقول له السنتكم it mean your tongues it is noun ولا verb؟ اهو ده متعلمين يا بتاع المدارس، يا بتوع المدارس، ده verb ولا مش verb؟ ده noun ده ولا مش noun؟ مش noun ده عندك انت في اللغه؟ اه. الوانكم your colors noun ده ولا مش noun؟ اه والله noun. سلطان هذا author or emperor، امبراطور او سلطان او author أو هذا authority it's a noun they like emperor. افرضوا بقى سلطان ممكن أجيبها emperor، هم ما عندهمش السلطان عندهم emperor امبراطور، فروح ملزقة دي في دي، أقول له ده اسم ده ولا مش اسم يا متعلمين يا بتاع المدارس؟ آه اسم. طالما لقينا noun يبقى اللام of the noun we pronounce it cleared ألسنتكم. تمام. if we say ألسنتكم وانطق له كده ألسنتكم it has no meaning in Arabic if we lost lam، ملهاش معنى بالعربي لو فقدنا اللام، ودي بس اللام بتاعت النون. الناس فاهمة لام النون؟ شايفين سهلة ازاي؟ طريقة بسيطة، تكنيك بسيط جدا، حد عنده فيها سؤال ولا ادخل على هل وبل ولام البروبوزيشن؟
اهي يا جماعة فاضل لي اتنين هخلصهم، وبكده نكون خلصنا أحكام اللام. والمرة القادمة خلوني أخد أحكام الراء علشان هديكوا اختبار، أو هناخد كده حصة مراجعة. الاختبار ده مش هبعته لكم نظري، لأ الاختبار ده هندخل جوه المحاضرة ونتمرن بقى نراجع. يلا يا جماعة اشرحي لي دي، طب أنا هشرح دي وهجمع لك بقى اللام مع يلا نكمل. يلا نكمل يا جماعة. المعلم عشان تبقى معلم ناجح، نظامك وتسلسلك في الشرح، فهمك انت الاول المادة. في ناس بتدخل تشرح حاجة مش فاهمها اصلا، فتحس ان المعلم ده انا مش فاهم، ده داخل بيدي كده وخلاص. فانا عايزاكي تشربي المادة وتشربيها للي قدامك بشكل حلو. هديكوا ده طبعا، انا بشرح التجويد باستراتيجية نور البيان، يعني تجويد برضو مختلف. طيب خلينا نشوف. ما تقلقوش ما تقلقوش، ده لا ده لوحده طبعا، اكيد المستوى الاول ده مخارج وصفات ما لكمش دعوه بيه خالص، والمستوى الثاني يوم لوحده. طيب قلنا هنا ندخل بقى على لام الحرف، وركزي او ركزوا دكتور، معايا. صوت حضرتك بعيد. طيب هرجع هطلع واكلمكم تاني، معلش عشان المكالمة، هطلع واكلم وادخل تاني. نعم معلمة، مظبوط. تمام دكتور ادخلي. لنا بقى، اتفضلي. هو حضرتك في اعلى الشاشه في ناحيه اليسار، ممكن حضرتك هتلاقي كلمه كلوز، او هتلاقي يعني لو دوستي عليها هيطلع لك ميكروفون. لو ضغطتي على الميكروفون دي مره وبعدين سبتي ايدك تاني، حضرتك الصوت هيتعدل لوحده. عارفاها بس ما بيعملش عندي، جربتها كتير يا حبيبه قلبي، لازم الصوت ماشي يبقى باين. بطلع وادخل تاني. تمام. الله يبارك فيك. ماشي يا جميل. طيب بحس انه بعيد برضه. اللهم صل على سيدنا محمد، صلوا على نبيكم بقى محمد كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين. نتوكل على الله. استشعروا كده الصلاه يا جماعه. معلش عايزه اقول لكم حاجه وصلتني في نص الكلام، حاجه مفيده قوي قوي قبل ما اقول لي دي، معلش يا ايه بنقلها. جالي فيديو، وركزوا فيه، جالي فيديو حلو جدا 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 بتاع اخ. الاخ ده كان في السعوديه وكان عنده مشاكل وعنده ظروف وعنده حاجات كتيره قوي. الاخ ده كان عنده مشكله، وفكروني ابعته لكم على الجروب واسمعوه. كان عنده مشكله، بيصلي ويقيم الليل وكل حاجه. صلى على النبي، حد وصاه يصلي على النبي بالصيغه الابراهيميه 1000 مره، بالصيغه الابراهيميه 1000 مره، والفرج بياتي بشكل لا تتخيلوه. حقيقه انا لسه ما جربتهاش، هجربها، ودي حاجه مهمه جدا جدا. فصلوا على نبيكم في كل وقت وكل حين، واستشعروا كده وانتم بتصلوا على النبي. طيب جزاك الله عنا خير المعلمه. امين يا رب واياكم. هبعتها لكم ان شاء الله على الجروبات. طيب هي بجد هتحسوا كده بحاجه غريبه، سبحان الله. نيجي هنا شير وايت بورد. امين يا رب العالمين. عندنا هنا لام الفيرب، لام البروبوزيشن. عندنا هل وبل، عندنا البروبوزيشن ايه اللي هي هل، بتاعت هل وبل دي اللي فيهم لام. بروبوزيشن بقى مش من وعن وكده، لا احنا عايزين لام ساكنه في هل وبل. طيب نعم، حد بيسأل بيتكلم، خلينا نتكلم في الاخر خالص وهنقول بالراحه. طيب افلام 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 of proposition اللي هي الساكنه، followed by followed by followed by. يعني هل دي او اللام الساكنه بتاعت البروبوزيشن ده لو جه وراها كلمه ما فيهاش لام او راء يبقى ما فيش ادغام،
لو جه وراها طبعا هقول لكم لسه بل رانا والكلام ده كله هتكلم عنه بعد شويه، ركزوا معايا واحده واحده. if هل followed by a word with no لام or راء there is no ادغام، يعني بظهرها زي ايه؟ هل تربصون، هل هل تربصون، ترب تربصون، حافظوا على استعلاء الصاد المضمومه يا جماعه. خلاص عندنا ايه؟ عندنا لام ساكن followed by a letter او followed by a word with no لام وراء. لام وراء مش ستارت، لا بلام نقفل المايكات يا جماعه، لا بلام ولا راء. سو ميك ان اظهار نقفل المايكات، سو شود ميك ان اظهار نقفل المايكات يا ايه، سو شود ميك ان اظهار. هل تربصون، هل تربصون؟ خلاص لام ساكنه. بالمناسبه يا منى الاستاذه ايه عبد الله، يعني او الاستاذه اللي هي معانا يعني اللي كانت بتكلمني، الاستاذه ايه عبد الله كافحت على نفسها واشتغلت كويس قوي وما شاء الله، لدرجه ان انا سمعتها في القران وسمعتها في طريقه الشرح ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك، اشتغلت على نفسها وما فيش حاجه اسمها ما فيش مش هبقى حاجه، لا هتبقى حاجه وافضل وافضل. وفي كمان واحده عندنا في الاكاديميه سابت لنفسها واشتغلت على نفسها قسما بالله لما سمعتها في الانجليزي وسمعتها في الشرح ما تخيلتش انها هي، وللان بنشوف عجائب ربنا ما شاء الله يعني سبحان الله. فاوعي تيأسي. ايوه طبعا ممتازه اصلا ما شاء الله. فبنقول هل تربصون if لام ساكن followed by متحرك letter except لام and را، هي متحركة هو except لام and را we should make أو an إظهار. هل تربصون we don't say هل تربصون، خلاص يا جماعة. لام الساكنة وراها حرف ما عدا لام والراء، يعني كل الحروف except لام and را. جميل قوي. طب ادينا مثال كمان أو ادينا مثال على اللي بيضغم. احنا قلتي هل تربصونا، مش هل تربصونا اهي اللي انت لسه قايله لي عليها ان هي اظهرت، طب ما تحطها لنا في مثال مدغم بقى عشان توضحي لنا. طيب وقل هل لك الى ان تزكى، هل لك اهي يا جماعه يلا عشان نوضح لك اللي لسه بقوله. هل لك الى ان تزكى، هل ساكنه لك، الله بقى هيدي اللام الساكنه followed by متحرك لام. سو شد ميكان ايه يا جماعه؟ افتحوا المايك، حد يقول لي افتح المايك. وشد ميكان ايه؟ ان ادغام. ادغام. يبقى اللام الساكنه هل تربصون نطقتها لان وراها حرف متحرك بس مش اللام وراء. لكن لو جه وراها حرف متحرك ولام يبقى هنا وجب بقى الادغام، ما اقولش هل لك لكن بقول هل لك. طب ادينا مثال تاني. بل لما يذوقوا، بل لما، بل لما اهو انت كل شويه تجيب لنا لما تجيب لنا واحد في راء. طيب بل رفعه بنقول عليها بل رفعه عندكم اهو، بل لم ساكنه فولود باي راء فسوي شدني كان ادغام بل رفعه. يبقى هل تربصون، هل لك، بل لما، بل رفعه. يبقى عندنا في هل وبل امتى يكون مدغم وامتى يكون مظهر. مظهر لو ورا كل الحروف ما عدا اللام والراء، ومدغم وراء لام والراء. شايفين ده عكس ده. طيب جميل ادينا بقى اكسبشن، واحده تقول لي اقول لها قبل ما تقولي انا عارفه انت هتقولي ايه، اللي هي بل رانا على ليه بقى، ليه اديني بقى كده وقولي لي اشمعنى بل رانا دي ما عملناش فيها إدغام، ليه ما قلتش برانا؟ هقول لك because the silence of the letter lam prevent its merging، بسبب السكت. برافو يا شيماء السبع، بسبب السكت على حرف اللام. ينفع أنا بقول بل رانا بل، طبعا لما اجي اقف عليها واحنا بنقف بايه يا جماعه كلنا فاهمين بالسكون، فبالتالي غصب عني انا بنطق وبقف عليها من غير ادغام بقول بل، وارجع تاني اقول رانا وليس برانا. دكتور بس كده دكتور، هي سيلانس دي ايه؟ دي كلمه بالانجليش ولا السيلانس اللي هي السكت اهي هكتبها لكم، اللي هو الصمت او السكت، او السكت ممكن تقولي ستوبينج
ممكن تقولي stopping تيجي برضو، أو تقولي سكت هو فاهم سكت، أو تبقى معرفة السكت. خلاص كده يا جماعة. يبقى هل تربصون عندنا مثلا إيه كمان، هاتلنا واحدة كمان، هل تربصون بل هم في شك، بل هم اللام الساكنة دي وراها لام وراء، لا يبقى أظهر. اللام الساكنة دي بتاعت بل أو هل وراها لام أو راء، أه يبقى أضغم بقى، زي هل لك، بل لما، بل رفعه، ما عدا بل رانا. طبعا تبقى لي ذا ناريشن أوف حفص، لرواية ناريشن أوف عاصم أو ناريشن أوف حفص، وي سي بل رانا، وي دونت ميك أن إدغام هير بيكوز أوف ذا ساكت أون ذا ليتر لام. الوقف لا نفس. بص يا ست الكل، لو انت بتشرحي الاعجمي يبقى انت عايزه توصلي له احنا بنقف عليها، بغض النظر عن نفس او غير نفس، تعليم العربي غير تعليم الاعجمي. انت بتعرفيه معنى الكلمه، وي ستوب وي سي بل رانا، بل رانا، it is without breathing. تمام، ده لما يكون متقدم بقى تشرحي له ان هو بنفس ولا من غير نفس. تمام، بس انا دايما مش بقول ستوبينج بقول سايلنت. تمام، بقول سايلنت او سيلنس، صمت. كلنا يا جماعه فهمنا الفيرب والحرف والاسم، وقال اعتقد احنا شربناه. ها ممكن نقيم نفسنا قبل ما نستخدم لام الامر، كل واحد يقيم نفسه حفظ بنسبه كام او فهم. تمام، عايزه الناس كلها تكتب قبل ما ندخل على لام الأمر. الله يبارك فيكم، بطريقة سهلة جدا 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 يا جماعة، مبسطة خالص، بحاول أبسط والله. جميل يا ندى، أنا عايزة ناس تانية من اللي تسمع. فين الناس التانية؟ ما قيمتش نفسها ليه؟ كل دول حافظاهم، مريم وأسماء وزينب وعفاف، كل الناس الحلوة دي. عايزين ناس تانية سمعت وفهمت. ومنال برضو معينا، من المتفاعلة، الناس اللي بتتفاعل. طبعا انا باخد لقطة شاشة. ايه لام الحرف اسمها لام ايه؟ لام اوف ايه؟ بوزيشن، بروبوزيشن، بريبوزيشن. اهي هكتبها لكم على الشاشة، هتاخديها في المذكرة بس هكتبها لك على الشاشة. بريبوزيشن، بريبو، بريبو زيشن. تمام، وليس بروبوزيشن اللي انا بشوف. خلاص كده الناس قيمت نفسها الحمد لله بفضل الله، يا رب امين. ما تقلقيش خالص، هتتدربي وتحسي براحه نفسيه صدقيني. مش هتركزي في كل ده، ذاكري وخدي الملف وادخلي بقى على التمرين. مش هعمل اي تمرين وتدريب الا لما تذاكري وتاخدوا الملفات، عشانك يا حبيبه قلبي تذاكري كويس، وعشان الكل اللي عنده هزازه كده في نفسه هو اصلا حاجه كويسه، نزرع الثقه فيه. ابتغاء مرضات وجه الله، هنتظر بس بسرعه قبل ما ادي الدورات اللي بعد كده، لان بقى في حاجه الناس بتفهمها غلط. لما بصبر على الناس او بصبر على دفعه واجي ادخل الدفعه الثانيه، في ناس بتتهمني بالسوء ان انا ما اديتش الشهاده او ما عملتش اختبار، بخلص الدفعه وبسيبها وهي ما دخلتش وما شقتش على قلبي. ان انا بعمل كده يعني حبا للناس دي، وان انا اديهم مساحه من الوقت يذاكروا، فبالتالي بعمل الدوره الثانيه وهم لسه موجودين. والقصد عشان كل الناس تعرف، بدال الظلم يا جماعه ما ينفعش نتهم انسان بالظلم. يعني انا قاعده في مكاني بيجي لي الكلام، طب ليه تظلميني؟ انت عارفه ان انا بعمل كده مع طلابي، واحب الين عليهم الامور والحكايه، انا ما فيش مش فارق عندي انا، فيعني عشان انا ما اقعدش ولم حسنات كده. تمام. ترجمي من المصري، ترجمي يا زينب، ترجمي الحقيقي من مصر. الله يبارك فيك يا شيماء، تسلم يا رب. حضرتك النهارده عملت لنا دعوه، احنا المستوى الثاني الاول في التجويد، حضرتك عملت لنا دعوه للحضور الحصه دي يعني. تمام، ودعوه كمان المره القادمه لحضور شرح الراء بالطريقه المبسطه دي برده. تمام، جزاك الله خيرا، اياكم يا رب. طيب هنا بقى هناخد اخر لام من اللامات، اكيد حاجات لسه في ناس لسه الله يبارك فيك يا رب، اكيد في لسه ناس كانت لسه مش فاهمه اللام، اكيد لحد الان كانوا بيتلخبطوا فيها او الموضوع عندها مش مترتب. اخر حاجه لام الامر او لام الامبراتيف، وبالراحه كده عليا هفهمها لك بطريقه بسيطه خالص، وهفهمها لك بالعربي الاول اخر حاجه عشان نقفل، عشان عندنا انجليزي. طيب
بالراحة. بقول إن لام الأمر دي، الله يسترك، الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يبارك فيك. بقول لام الأمر هي أن إكسرا لام، كلنا عارفينها، عراسي والله. فبقول لام الأمر هي لام زايدة، كلنا عارفين هي لام بتيجي عند الكلمة بتخبط علينا. أن إكسرا لام added to present verb، هي لام زائدة تضاف للفعل المضارع. بالراحة كده، لام الأمر هي لام زائدة تضاف للفعل المضارع، تمام؟ فإحنا لو لقيناها بنحوله لفعل أمر، خلاص كده. يبقى إحنا لو لقينا لام أو لقينا فعل مضارع ودخل عليه لام، بيتحول الفيرب ده إلى فيرب أمر. لازم الفيرب ده يكون في بريزنت، يعني لازم مضارع يدخل عليه لام أمر يتحول ليه، أو يدخل عليه لام يتحول لفيرب أمر. أقول تاني، يعني أي فعل مضارع دخل له لام ساكنة بيتحوله لفيرب أمر أو فيرب إمبراتيف. زي كلمة إيه؟ يطوفوا، يطوفوا بريزنت اهي، كلنا معايا، كلكم معايا، يطوفوا بريزنت سامبل، جميل. طب لو دخلنا عليها اللام الساكنه، ركزوا بقى كده معايا، بصوا بتمشي ازاي. طب يطوفوا المفروض احط لام امر، واحنا عارفين ان احنا بنتحدث عن حاجه اسمها اللام السواكن، يعني ما جبناش سيره لام متحركه ولا حاجه. طب ازاي بقى هبدا بيطوفوا وبلام ساكنه؟ هل ينفع العرب بيبداوا بساكن؟ لا، يبقى لازم اضيف قبله حتى على الاقل الواو مثلا او حرف الواو، فاقول وليطوفوا وليطوفوا، خلاص. بقول وليطوفوا، بحاول اضيف لها حرف الواو. طب بالراحه كده، يعني ده ايه لازمته، او انا ايه لازمته؟ لازمته انك لما تلاقي لام ساكنه مع فيرب مضارع تعرفي ان ده فيرب امر او فعل امر. احنا بنقول يطوفوا فعل مضارع بيطوفهم، لكن لما اقول وليطوفوا يعني امروا بان يطوفوا، خلاص. طيب بالراحه كده، انت اديتينا شويه معلومات، هديك ادينا طب مثال. ممكن احط واو، ممكن احط فاء، ادينا مثال. عايز اقول ينظر الانسان الى طعامه، عايز اقول ربنا بيؤمر الانسان ان هو ينظر الى طعامه، فاقول ينفع اقول لينظر ببدا باللام الساكنه؟ لا، احط قبلها فلينظر، فلينظر او ثم فاء او ثم او الواو، بحط قبلها حروف العطف. دي حاجه، نعم؟ حضرتك بتشاركي حاجه؟ لا لا لا، انا بشرح الاول كده ايه معلومات عشان لسه هشرح على الشاشه، بديكي شويه معلومات. الفعل المضارع بالانجلش ايه؟ يعني هنقول ان هو بريسيدد باي ايه؟ هكتبهولك حالا عينيا الاثنين، بس فهميها معايا ان احنا الفيرب الفعل المضارع عشان احط له فعل الامر، فعل الامر ده عشان احوله لفعل امر لازم اضيف له لام ساكنه. اللام الساكنه ما ينفعش ابدا بيها، بالتالي لازم اللام الساكنه تبدا بثلاث حاجات، او ايه هما الثلاث حاجات دول؟ اللي هم حروف العطف، الواو او الفاء او ثم، خلاص كده. طيب عشان يبقى النطق صحيح، امسكي لنا بقى واحده واحده كده بالانجليزيه، يلا بينا. بقول if we find if we find a present verb a present sample verb فعل في زمن المضارع a present sample verb present sample لو لقينا مضارع أو زمن مضارع بسيط وعايزين نحوله لفعل أمر and we want to transfer it into a verb of imperative. واحدة واحدة وخدوها لقطة شاشة. If we find a present sample verb ماشي خلاص and want to transfer trans عارفين الترانس trans transfer it transfer it نحوله
into an imperative verb لفعل أمر. Imperative اللي هو بالفرنساوي الإمباراتيف verb. إمباراتيف إيه الإمباراتيف؟ الإمباراتيف. المشكلة إن الواحد كان مدرسة فرنسية وشوية وهو صغير قبل ما نحول للمدارس الحكومية الجميلة بتاعتنا، الأكسنت الفرنساوي عشان كنت أتعلم إنجليزي وأنطق بالأكسنت ده كان كنت بعاني معاناة سبحان الله. فهنا and want to transfer it into an imperative. إيه الحركة أو إيه اللي أنا بعمله بقى؟ خدوا عندكم اللي أنا بعمله. بقول we should put، يجب علي أن أحط ألام ساكن before it. ده عشان إيه يا جماعة؟ عشان أحوله الفيرب أمر أو الفعل أمر before it. But it is lam ساكن. We can't pronounce or we can't start with the ساكن. Arabs can't start with the second letter. العرب ما بيبدأوش بالساكن letter. What we will do? So we should add any letter of العطف. Any letter of واو or فاء or ثم. يبقى بقول لو لقيت فعل مضارع عايز أحوله الأمر بضيف قبله لام ساكنة. الله، طب ما دي لام ساكنة ينفع أو العرب ينطقوا باللام الساكنة أو يبدأوا القراءة باللام الساكنة؟ لا، يبقى لازم اللام الساكنة preceded by any letter of واو or فاء or ثم. واو or فاء or ثم. خلاص. وليطوفوا فلينظر وهكذا. تمام. ونلاحظ ان احنا لو شلنا اللام الساكنه، if we erase لام ساكن and the letter before طبعا اللام الساكنه عشان طبعا ما ينفعش ننطقها لوحدها، it transfer into a verb. ايه يا جماعه؟ بترجع verb تاني ايه؟ a present simple. ثم لا يقضوا. نعم، a present simple. خلاص. يبقى أقول تاني، آخر مرة هقولها، إن verb الأمر ده أو فعل الأمر أو verb of imperative بيكون عبارة عن verb present simple tense PSTST present simple tense plus، بحب أكتب العلامة الصليب دي بس يعني and plus لام ساكن plus واو ورفاء ثم اللي هي حروف العطف الثلاثة. ده كده كله على بعضه بنسميه imperative verb أمر أو فعل أمر. فعل أمر لازم أنطق فيه اللام الساكنة، ما بتتحركش. لو هو verb أمر يبقى لام الساكنة. تفضلي يا حبيبتي، ده لام ساكنة، لام ساكنة. خلاص. وده فعل مضارع، فعل أمر، معذرة، فعل أمر. طب أنا عايز أحوله لفعل مضارع، هشطب إيه؟ هشطب present أو هشطب اللام الساكنة وهشطب الواو والفاء وثم وخلي الفيرب ده لوحده هيديني present simple. في حد مش فاهمها يا جماعة؟ في حد مش فاهمها؟ حد يقول لي في حد مش فاهمها؟ لام الأمر هي عبارة عن فعل مضارع قبله لام ساكنة. ينفع أبدأ بساكن؟ لا، بضيف له أي حرف من حروف العطف بيتحول من مضارع لأمر. بس كده احنا وبكده نكون خلصنا ويرجع لاصله. ما عندوش اصل، ما عندوش اصل خالص يعني. هو رجع لاصله، حرف اللام الساكن رجع ليه. نعم دكتور، لو سمحتوا هيفرق معانا نقول، هيفرق معانا نقول present simple ولا continuous، ولا نقول present وبس ونسكت؟ present. ممكن تقولي present simple او تقولي present عادي. بصي، ممكن تقولي ايه؟ لان هو هتقولي present وممكن تسكتي، ممكن تقولي present simple وخلاص. لو انا بقول يتطوفوا، انت شايفه وشايفاهم بيتطوفوا، جميل. طيب يتطوفوا يبقى دي حقيقه ربنا جل وعلا بيخبرنا بيها مثلا، فالاثنين present، سواء present continuous ولا present simple. انت معانا في الانجليش؟ معانا في الانجليش عشان كده. ماشي يا ست. ايوه دكتور انا معاك. جميل. اما انا عارفه الطلبه بتوعي ليهم كده طريقه تفكير معينه واتجاهات معينه بحسهم يعني. ماشي يا جميل. يبقى احنا كده كلنا يا جماعه خلصنا اللامات الخمسه.
في ناس لسه ما عرفتش اللمات دي ولا كانت سمعت عنها بصراحة، أو يعني ما درستش القواعد وحسيت الدنيا تايهة معاها. تمام؟ فلكن الحمد لله بفضل الله اللمات اتشرحت، لام الفيرب، لام الحرف، لام الاسم، لام الأمر، لام التعريف اللي منها يتغير معناه ومنها ما يتغيرش معناه، واللي بيتغيرش معناه اللي هي لام شمسية وقمرية، واللي بيتغير معناه زي اليسع والآن اللي هو فيها إظهار، والذي والذين اللي هي فيها إضغام. وخلصنا لام الأمر اللي هي في الأصل بتدخل على الفعل المضارع تحول الأمر. هي سكنة ينفع تبقى لوحدها؟ لا، تضيف قبلها واو أو ثم أو فاء، وبالتالي بتتحول إلى الimperative verb. إيه فايدته ولا لازمتها بشرحها ازاي او ليه يعني باخدها وبقولها؟ عشان الطالب ما ينفعش يقول ولا يطوفوا، او ما ينفعش يقول ويطوفوا وينسى اللام يعمل لها ادغام لا قدر الله. تمام؟ ولكن احنا بنطقها لام ساكنه اظهار وليطوفوا. يبقى لام الساكنه حكمها ايه، او لام الامر حكمها ايه يا جماعه؟ الاظهار المطلق، ابسولوت اظهار. وبكده نكون انتهينا. الواحد يلحق يشرب له حاجه سخنه كده قبل درس الانجليزيه. في حد عنده سؤال؟ في حد عنده سؤال؟ اللي استفاد دعوة حلوة كده، ده المصريين عندهم دم زي العسل، دعوة حلوة كده وصلى على النبي، يعني سبحان الله، يعني أخف ناس في الدنيا دم سبحان الله، يعني ما صراحة ما شفتش زيهم بأمانة. تمام؟ خلاص كلنا فهمنا؟ طيب أشوفكم على خير إن شاء الله المرة القادمة. إمتى؟ النهاردة الأربع؟ يا رب امين، ادي احسن حاجه، ربنا يرضى عنا، بس ربنا يغفر لنا ما لا يعلمون. الله وعافاك يا معلمه، شفاك الله وعافاك يا رب. امين يا رب العالمين، امين يا رب العالمين. اسماء حددي يفتحها في وشك دي، الله يسترك. حددي الدعوه يعني يا بروح عليا، الله يبارك لك. تمام، الله يبارك فيكم. طب محاضره الراء امتى، او احكام الراء بقى كده، امتى لايت وامتى، واشرحها ازاي والكلام ده كله، هشرحها يوم السبت القادم بفضل الله، وهنشرح اخر محاضره او محاضره قبل الاخيره. طب انت لينا عندك ايه كده؟ انت شرحت لنا مستويين في مستوى، شرحت لك الادغام الناقص والكامل والمتجانسين والمتقاربين، ضمكت لك اتنين في واحد. طب ناقصنا ايه؟ ناقصنا احكام استعاذه وبسمله. خدي نفس كده عشان اخواتك بتوع المخارج يكونوا خلصوا، واخدكم انتوا الاثنين مع بعض تكونوا ذاكرتوا اللي فات، عشان اديكم احكام الاستعاذه والبسمله بطريقه جميله وبسيطه وسهله وحلوه ومنظمه خالص، ومنعا للخبطه اللي احنا بنشوفها الكتيره دي. خلاص، وبكده خلصنا الكورسين، تاخدوا بقى ملفاتكم، تذاكروا كويس قوي، ما تاخروش عليا الله يرضى عنكم. وناخد الاختبار. الاختبار مش اختبار على طول، ولكن هندخل كده مع بعض حصه تمارين. حدي اسئله فقط، انا مش هجاوب ولا حل، انا ماليش دعوه، انا حدي اسئله وقول يا فلانه انت طالبه وهي معلمه، وقولوا ردوا لبعض، وانت جاوبي وتقدري تشرحي دي ازاي بالنون الساكنه ازاي، وريني دي ادغام ناقص وهتقولي ايه، تكونوا ذاكرتوا وطحنتوا، لان الاختبار التجريبي عليه 5 درجات والكل اجباري على الكل. تمام؟ وتحفة الأطفال خلصناها، باقي بالأبيات باللغة الإنجليزية هسجلها بصوتي شرح، اللي عايز يذاكرها واكتبها له جوه التحفة انه خدها ماشي، اللي عايز بس اكتب له شرح التحفة بس براحته. كل الناس حتى لو معلمة من المعلمات اللي هم ايه، كله عليه الاختبار، هيدخلوا إجباري يا جماعة. خلاص، مفيش مشكلة. وطبعا انا عشان اطلع من تحت ايدي معلمة يا جماعة، لازم، انا مش بلدت والله، بس انا بقول لكم شويه كده نقاط، عشان اطلعك معلمه واكتب لك في الشهاده انا خادمه لكتاب ربي اللي ابويا علمني، عشان ما حدش يدعي عليا واقول لك انت يا فلانه تقدري تدرسي للاجانب، هتلاقيني لو انت تستحقيها والاكسنت بتاعك حلو، طريقتك، شرحك، روحك، الفويس اوفر بتاعك، حسستيني كده ان انا عايشه عيشه تانية وانت بتشرحي، انا هقول لك درسي للاعاجم وهكتب لك في الاجازه. الناس بقى اللي تعبت ودخلت وتعبت وجابت 95 ما ادهاش، لا، هديكي شهاده اسمها شهاده اجتياز من 95%، اقل من 95% مش شهاده اجتياز، شهاده حضور دوره. شوفوا بقى كده، عشان برضه طلعت من غير شهاده واكون ناصفه، اكون منصفه، عفوا، اكون منصفه، يبقى شهاده حضور دوره، شهاده اجتياز، شهاده حضور دوره بدون اجتياز اختبار، او اجتياز اختبار باقل من الدرجه المعتاده، طبعا هكتبه في الشهاده. شوفي انت بقى عايزه تاخدي ايه وشهادتك يكون مكتوب فيها ايه. في هيصدر العام ده شهادات تكريم للمعلمات الخلوقات، يعني الطالب المثالي والمعلم المثالي. من الطالبات المثاليات حقيقه هم كتير، يعني هم كذا حد، خلوني ادخل بس على البارتيسيبانت اقول اساميهم. من الطالبات المثاليات اسماء طه، شيماء السبع، خديجه محمد بدوي،
مين تاني يا جماعة اللي هم دول؟ لأن هم طبعا مريم فوزي طبعا وزينب مصطفى، هم دول لأن هم كانوا معايا فترة ملتزمات محترمات، ليهم فعلا أخلاق معلم القرآن بكل ما تحمل الكلمة. كل مرة بطلع شهادة تكريم لمعلمين وشهادة تكريم للطلاب. أشوفكم على خير، معلش طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.